يلعب الكره لقدام، يغطي كويس قوي، عاجبني قوي 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 عبد الرحمن مصطفى ابن الغربيه على نص الملعب اللي ما كويس قوي عبد الرحمن مصطفى. عبد الرحمن انا لفت نظري قوي كابتن طارق الباك ليفت رقم 3، شكله حلو في الملعب ولمسته جميله، ممتع ممتع. اتوقع لك يا ابني حاجه كويسه والله. عايز يعدي عبد الرحمن، عبد الرحمن انتشار كويس قوي، يدقى حلو قوي، يدقى كويس قوي ويعدي. يا ولد يا ولد عبد الرحمن، عبد الرحمن عبد الرحمن مميز في كل مكان. يا ولد يا ولد يا عبدو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه عبد الرحمن ده؟ يعني اقول لك ده انا اللي يعني اقول لك على نفسي ماليش فيها يعني. انا يعني ما اعرفش العب كوره خالص، بس اعرف على الاقل اتفرج، افهم الموهوب من اللي مش موهوب، اللي عنده لياقه من اللي ما عندوش لياقه، اللي عنده مهاره من اللي ما عندوش مهاره. اديكوا شفتوا عبد الرحمن كان عامل شعره افرو ما شاء الله. جون ايه ده؟ ما شاء الله اهو عبد الرحمن ده، وهتلاقي زيه واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومية كانوا موجودين ومحدش حاسس ولا حد حاسس. عارف الحكاية تفكرك بايه؟ بمحمد صلاح. اهو عبد الرحمن، اهو عبد الرحمن. بص مش احنا عندنا مو صلاح؟ بكرة يبقى عندنا مثلا عبد الرحمن نقدر نسميه ايه؟ بودي مثلا يعني. مهم، مو صلاح زمان، مو صلاح زمان أكبر أندية في مصر ما كانوش متصورين حجم موهبته، وقالوا عليه إنه صغنطوط، وقالوا عليه لسه بدري، وقالوا مش محتاجينه، فسافر فبقى مو صلاح هداف تاريخي ليفربول، واحد من أغلى لعيبة العالم وأبرعهم وأشطرهم ما شاء الله. اهو وارد انه يبقى عبد الرحمن كده صح؟ طيب تعالى بقى اوري لك عبد الله عيد اللي بعده. راح لها كويس احمد عبد الفتاح ابن اسكندريه. هو كان افضل اللعيبه اللي موجودين في المباراه. الكوره اللي احمد شالها ودي كانت صعبه جدا، تكنيك اللي شال بيه الكوره اكبر من سنه. عبد الفتاح بتشيل الكرات راح عبد الفتاح شال الكورة منع الخطورة. ده اسمه أحمد عبد الفتاح، أنا اللي قلت غلط، أحمد عبد الفتاح. طبعا انا لحد دلوقتي مش عارف ايه الحركه اللي بيعملوها كل الولاد دلوقتي، بس يعني واضح انها حاجه تبعهم جوه كره القدم. يعني انت شفت بيصد ازاي؟ شفت مستقتل على الكوره ازاي؟ يعني زمان لما كانوا اصحابي يلعبوا كوره طبعا انا دايما يا اما في صفوف المشجعين يا اما بلعب دفاع. انا كنت صخره الدفاع في اي فرقه طبعا، لان انا ما بعرفش العب كوره، بس انا كنت طول عمري عريض المنكبين شلولخ، فكانوا ينزلوني دفاع عشان الكرة تعدي اللعيب ما يعديش. طبعا دي مش كرة خالص، محدش يعمل زي. المهم يعني فكان يقول لك بص 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 الجون مستقتل على الكرة، مستقتل على الكرة، ما بيسيبهاش، ما فيش حاجة اسمها تخش المرمى. ادي احمد عبد الفتاح. الله. طيب عندي ايه تاني؟ عندي موهبة كمان ولا لا؟ انا عايز اتفرج، انا عايز اشوف العيال زي الورد دي بصراحة. انا فرحان قوي، وريني وريني، فرجني يا عمرو. محمد عمرو من ورا احمد ياخد الكره كويس قوي من قدامه، يعدي يعدي محمد عمرو. ياخد الكره كويس قوي من قدامه، يعدي يعدي محمد عمرو.
عند محمد عمرو اللي يلم الكرة كويس قوي عمرو ويعدي يا ولد على المهارة يا ولد على المهارة يا ولد على المهارة. سادة كويس قوي خلصها لنفسه وعدى محمد عمرو. يقينا يقينا ما كناش هنشوف الولاد دول من غير الكابيتانو يقينا. انا جايب لك من الاخر استحاله. برنامج معمول مخصوص لاكتشاف مواهب كره القدم في 27 محافظه. ناس بتمشي عندهم سكاوتس الكشافين يمشوا يلفوا ويدوروا ويروحوا ويشوفوا في النوادي ومراكز الشباب و و و و ويبداوا يلقطوا الولاد. بس كده لا، ومرن الولاد وعلم الولاد وكبر الولاد وشجع الولاد وعمل لهم مسابقات وبروزهم وفرحهم وعرف مصر كلها عليهم. يا راجل ده عرفوا الولاد على الرئيس. احنا بالتأكيد عارفين انه الرئيس طول الوقت مهتم بالرياضة جدا. الرئيس يحب الرياضة، هو شخصيا يمارس الرياضة بشكل يومي واضح ما شاء الله. تاتش وود ده واحد. اتنين، الرئيس مهتم بتنمية المواهب الرياضية جدا جدا جدا. كان فين الكابيتانو ده من زمان؟ تعرف لو كان عندنا الكابيتانو ده مثلا من سنة بلاش 80 خليها 85، لكان بقى عندنا مش أقل من 100 لاعب محترف في أتخن أندية أوروبا، مش أقل. استحالة بالمواهب اللي أنا شايفها دي واللي اكتشفها لنا الكابيتانو، استحالة كان يبقى عندنا أقل من الرقم ده. كان زماننا عندنا على الأقل، شوف على الأقل كده 15 20 سنة فاتوا ما نستطيع أن نطلق عليه صناعة الكرة المصرية. كان يبقى على الأقل بقالي 15 سنة بخش كأس العالم عادي، مش بقولك أخد البطولة يعني، بس بخش عادي يعني، ما هوش شيء غريب بالنسبة لي، زي اسبانيا زي فرنسا زي المانيا عادي، مش حدث. كل الناس اللي قائمه على الكابيتانو الف 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 شكر. المتحده بجد شكرا، الشركه المتحده بجد شكرا، علشان ده اسمه استثمار يا جماعه. ده مش بس برنامج، ده استثمار. الولاد دول بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يحفظهم ويمد في أعمارهم ويمتعهم بكل الصحة واللياقة والعافية والموهبة وكل حاجة. دول هيساووا مئات الملايين. ده استثمار، ده صورة مصر، الرياضة بتاعت مصر، الكورة بتاعت مصر. برافو برافو.